عسلامه عسلامه صافا الحمد لله. هي انت اليوم انا سؤالي هو اللي قالت لك انا مش كيفهم، طلعت كيفهم ولا لا؟ طلعت كيفهم. كيفاش طلعت كيف؟ طلعت كيفهم معناها كيما نقولوا عشاقه. عشاقه معناها بداله. بداله شهاله بداله على بعض. على بعض ما ثماش وحده شتصافيت معناها وتمشي معاها كيما نقولوا بنيه. تمشي معاها من اللون بنيه ومن بعد تلدى كان الغدره صح. كلهم هكا؟ اه ثم فيهم البين ما دولش لهم ثم حاجه ما يستاهلش. ثم عباد تعرفهم تقول لهم بداله صح. وانت بدال ولا ماكش بدال؟ انا مشني بداله، انا ما نعشقش. ما تعشقش؟ يزيني ما عشقت قبل. ظاهر فيك متليع. صحيح عشقت قبل. صحيح عشقت قبل وحبيت قبل وتليعت، اما تو ما عادش. تو شو وليت نعمل؟ وليت نسوحب ونسوحب قاعدين اصحاب. تنسمى حاجه تو تجيب تبيعتها، تم يقولوها تو تجيب تبيعتها تو تستحلى. قبل شنو صار؟ قبل شنو صار؟ صار برشا مواضيع. اي احكي لي. حبيت وحده ومشيت معاها بنيه وكل ما شيء صافيتها وصافيتني برشا حكايات معناها. شنو السبب اللي خليكم كل وحده كل واحد في طريقه معناها؟ هي ما نعرفش على هي سببها هي شنية معناها. شنية هي اللي سيبتك؟ هي اللي خلتك؟ لا مش هي اللي مشيت هي في موضوع اخر خزرت لها قلت لها زرت لها برئيسيس روح. شنو الموضوع اللي مشيت فيه؟ خلتها خايبه وتمشي ولات تمشي مع عباد ما تسلش وما تسلش تليفون تطلب لي يعني ماشي ايش معناها عليها تواتر وانا بحذاها. معناها لازم تشاورك. لازم اللي تشاورني عليها ما دام العباد تقدرني هي لازم تقدرني معناها. يا اخي انت مشيت وخليت. مشيت وخليت. ما عودتش هي حابة تتصل بيك حابة ترجع العلاقات كيف ما كانت؟ حابة ترجع العلاقة وأنا شديت صحيح. هي نورمالمون أنت كي تحبها تخلي مجال للصلح. علاه نخلي مجال للصلح؟ اللي يغلط يخلص. ما يصيرش نسامح المصالح كريم. توا عندنا عامين عندها عامين توا متليعة وتطلب وتسأل كل ما شيء ونخليها تات. ربي غفور رحيم. صحيح. خليها أنت خليها أحنا عبيده. لي انا قلبي حنين وكريم تش خليها ما تسمح ما لي توجيب بطبيعتها تنسامح هي هاك ما حبيتش تسمحها وهي تطلب في السماح وتعاود تطلب في السماح وتعاود هي نخليها تاتها تتليع ساعة تتشوي في قلبها شوي وبعد تنسمحها اش خليها منا في سنتر فيري عيطولي شورب معناها ورومانسي ونسمع ننسي وقار قلوب العذرة بدون سيارة كي نحكي مع بنوتة ما غير مزيان يا للا يا للا كمل زيد زيد يا شورب الرومانسي اي شورب بلي عودالي شورب رومانسي نسمع نانسي كي نحكي مع بنوته ما غير مزيان اي وانت قهر قلوب العذارى بدون سياره علاش خليها قلبي حنين وكريم انا مع برشا عباد انت تعتبر روحك قهر قلوب العذارى قهر قلوب البنات برشا انا اش خليهم البنات تو يحبوني توا انا عندي سنترفيل عندي توا عام ما هبطلهاش هبط سمعوا بيا شنابة السنترفيل تقول لها ولا تطلب فيا وتو مستحيل نخدم التليفون نطلب نقول لها ماني السنترفيل تقول لي يعني جايه تو البنات الكلهم هكا البنات الكل 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 نجربوا ليش ليلي من غير ما نجربوا كلامك صادق ما تحبي نجربوا نجربوا هو التليفون قدام وتنجربوا نقول لها وين تاني في سنترفيل تقول لي يعني جايه تو على خاطر يحبوني العباد الكل تحبني وتموت عليا معناها البنات سختو ها مهبلهم برشا بي كيفاش مهبلهم احكي لي مهبلهم بالحنيه بتاعي بالرومانسيه بتاعي بالقلوب العذالة كي نحكي مع الطفله نحكي معها كلمتين حلوين معناها مع عندي شنت منية تعليق تبان ليش نحكي معها ياسر بنت الناس راكي حليتي في عيني نجمو نحكي مع بعضنا ولا لا تنجم تحب تخلي نمرو تخلي نحكي نروح في اللي نبدا نحكي معاه تقول لي محلى صوتك بالرسمي محلى صوت الطفل المحليات ما يبانش منك انت جرامك وواحد ما يبانش منك جرامك هي تحكي معايا تقول لي ما تكونش مجرم معناها تكون طفل عاقل انت مجرم ولا عاقل؟ لا عاقل انا يعني. الجرام خليته لتالي نسيته كنت قبل كنت قبل لما نسيته كيما طفله تعرفها عندها مواضيعها سهاره وكل ما شيء جي نعرفها نعرفها وكل ما شيء نقول لها
موضوع ومحيه من التالي، هذا موضوع وانسيه معناها. معناها الماضي الماضي انسيه نبدو في جديد. وما تحبش شكون يسألك على ماضيك؟ ها؟ تسألني على ماضي نتليا. كي انا نسألك على ماضيك؟ باش تتليا؟ تتليا، ما تسألش تحب تسأل تسأل. شنو صار في الماضي؟ الماضي صاروا برشا حكايات. يعني احكي لي. صارت برشا صحبة، مش خلينا وانا وذايا هاوتا، 7 سنين ما تفرقنياش. عندك؟ والله 7 سنين ما تفرقنياش. ايش عملت؟ شنو عملت؟ لا نطلعوا ونجوا نطلعوا نسهروا وتلمى شيء. ايه؟ نطلعوا نسهروا وتلمى شيء ونعملوها بالدنيا لكل صحاح، نهزوا التليفون شنو دعد؟ شنو نعمل قهوة نهز التليفون ونكلموا، شنو نعمل قهوة يهز التليفون ويكلمني. ايش شنو ماني عملتوا؟ عملتوا حاجة غلطين؟ اه؟ حتى نعملوا غلطين نسامحوا بعضنا، قعدنا حاسلوا قلت له عامل تحكيش معايا جملة بعد انا دلبي صافي قلت له ماشي رجعت نحكي معاه. علاش علاش عيطوا لي شوية على خاطر قلبي حنين، قلبي كريم. باهي توا نرجع موضوع صاحبتك. باش تسامحها ولا لا؟ صاحبتي؟ باش نسامحها ولا لا؟ هنا هنا مسامحها. هي هي تطلب فيك وتحب معناها تحب العلاقة ترجع وكيف ما كنت. كما ما قلت لناش نوصل لها موضوع، كما ما قلت لنا ما نجموش صعيب ياسر. علاش صعيب ياسر؟ خلينا خلينا صافين انتو، صافين انتو خلينا. لحظة لحظة، هي طلبت السماح وحست روحها اللي غالطة، واللي غلط ما يسالش نسامحوه، نعطيوها فرصة. هي أنا مسامحها. هي هاك ما حبيش ترجع لها مين؟ ما هي مسامحها وما نرجع ليهاش. باش تعرف قيمة الشرب هكا هو. تعرف قيمة الشرب؟ هي عرفت هي وبقت تطلب في السماح، ما يسالش عطيها فرصة. عطيها فرصة فرصة أنا، حكيت لهم من قبل. حكيت لهم من قبل، قلت للناس تحبي نرجع ونحكيها وتفضل مرة حبيها ما تحبيش برا صبار أخير. شنو ماما الشروط؟ أكيد عطيت شروط. ها؟ أكيد عطيت شروط، إي شنو ما شروط؟ شروط بنت الناس. ثم عبيه كما نقولوا ثم أناسي تخرج يسهروا ويعملوا كل ما شيء ويخبي ويخبوا على تخبي على خطيبها وتخبي على صاحبها. عندي انا راهي ذيك مش امراه. معناها انت حاشا حاشيت لو حاشا ما يستاهلش. اي معناها سوفي وصلت تخبي. راهي مش امراه عندي انا. ريتي انت نعرف تاع نعرف. علاش انت ما تخبيش حاجات؟ ما نخبيش، هي انا اللي ريتي في قلبي من اللي عرفتها مشات لي بتاع ملي انا صغيره. ملي انا عمري 10 سنين هبطت لسنترفيل وتعرفت شورب وطول ما شيء حكيتهم لها معناها وصافيتها وصرحتها بالمواضيع الكل اللي عندي انا في قلبي كل فرغتهم. اما كي نوصل ريتي كي نوصل نفرغ قلبي ونحكي الماضي اللي صار قبل وكيفاش تو عايش كل ما شيء يعبد كل قالوا لي شويه شور راه تبدلت معناها رجعت طريق المستقيم راه تبدلت ما عادش مقبل ولا اما خير اما خير اما خير تبقى في طريق المستقيم والا طريق المستقيم خير اما تي تعرف كما قبلت وانت عايش خير قبل كيفاش كنت عايش وتو كيفاش عايش قبلت نطلعوا يا بنتي ونهبطوا في صحابنا نطلعوا نهبطوا لازم نكلموا صحابنا ونعملوا طاوله ونطلبوا صحابنا الكل معناها